إيه أنا في اتصال بس خلني أقرأ المسج هذا بس. يقول يا طويل الأمر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أوقفت سيارتي أمام مبنى مستشفى الكورنيش على بحيرة خالد ووضعت تذكرة موقف لمدة ساعة. وصودف يقول أن تأخرت عند الحكيم بسبب طلب فحوصات وتخطيط وتأخرت ربع ساعة، وعندما خرجت وجدت مخالفة بمئة درهم، وعندما راجعت المسؤول قال أنه قانون لا يستطيع رفع المخالفة. السؤال لماذا لا يؤخذ بعين الاعتبار أن معظم من يقف في هذه المنطقة هم من المراجعين، أتحرب يكتب من المجرمين، من المراجعين والمرضى وليسوا متسوقين أمام مراكز تسوق. طويل العمر بما يخص القانون في هذه يعني يعامل الكل سواسية ما يخصها، سواء أنت مراجع مريض أو مراجع، لأن المواقف هذه مما المستشفى هذه مواقف عامة يا طويل العمر تابعة للبلدية، فأنت لازم تراعي الأمور هذه بدل ما تأخذ مثلا ساعة، وإذا شفت عمرك مثلا بتأخر تستأذن خمس دقائق على حسب الساعة وسير تعبي الرصيد مرة ثانية وترد، عشان أنت ولا حط درهمين زيادة يا طويل العمر الساعة اللي بعدها ولا ثلاث دراهم القادمة احتسابا للساعة القادمة. بعدهم الله يهديهم لو يخلون الورقة، كان ما في آلية كده تشتري التذكرة ولا ما لها مدة انتهاء مثلا تستغل، لا ما يشتري بعد هاي التذكرة تشتري هاي الساعة وتخلص هاي الساعة ترى انت واقف ما عليش خالي، فما ما يخصه خالي، ما يخصهم هذا مريض ولا لا، هاي مواقف عامة ما مع المستشفى مثل ما ذكرنا. أيضا ما هذا يقول أبا قابل سمو الشيخ حمدان بن محمد، ودائما نقول الحين لا يبي قابل سمو الشيخ حمدان بن محمد أو أحد من الشيوخ لما كاتب المدواوي الحمد لله رب العالمين، وبإمكان الواحد يتجه لهم يا طويل العمر ما عن طريق الحين. اتصال زين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، حالك؟ الله يطول عمرك سلطان. يا حياك الله يا ابوي. الغالي انا عندي مشكله، كنت ماخذ مقهى في عمان. مقهى في عمان؟ زين زين. يوم كملت المقهى عندي سنه تقريبا، خلاص بعته زين، شو فيها حرام وحلال وما ادري كيف، قلت خلاص براي بنبيع. المهم المالك شو سوى؟ ما يعني قام وقال لي ما بغير لك العقد حق المالك اللي الجديد لين ما تعطيني 35,000. فأنا اتجهت حق لجنة المنازعات في البلدية، فقالوا لي هذا المبلغ ما له حق فيه، هو يغير لك العقد عادي وتتغير الشيكات ويتم الدفع مثل ما كان شهريا يعني. فأنا ما أعرف شو أسوي صراحة. خوي انتصرت اللجنة هي اللي معنية بهذا الأمر طويل العمر. بس اللجنة يقول لك هذا شو اسمه ما يستوي يعني غير قانوني. زي غير قانوني خلاص عندهم الأمر، هم يصدرون حكم فيها الشيء خالي. يلا ما عليه، مشكور. هم اللي يحددون هالأمور بينك وبين المؤجر يا طويل العمر، هم اللي يحددون هالأمور هذه، ينصفون اللي إذا يشوفونه هو غلطان ولا أنت غلطان يشوفونه غلطان يا طويل العمر. مشكور شيخ. ما قالوا لك راجع شيء ولا كذا بس؟ لا بس قالوا لي ما يستوي. انا هنا ما يستوي يا طويل العمر. قدمت عليه شكوى هناك عندهم ولا سؤال بس فقط؟ لا الغالي ما قدم. لا لازم تقدم شكوى طويل العمر بالبلديه. ايه تقدم شكوى منازعات الايجاريه الله يطول عمرك. انا كلمتهم قالوا لي هذا مو عندنا، هذا في تصير تفتح عليه بلاغ في الشرطه وما ادري كيف هذه. زين ما عليك اتخذ الاجراءات القانونيه يا طويل العمر عشان تاخذ حقك في القانون الله يطول عمرك. مشكور يا ابو. اذا تفاهموا يا ودي انت، اذا ما طايع وما يرد على التليفون، ما بطايع ما يرد على التليفون، اخوي بالاجراءات القانونيه يسال المنازعات الاجاريه وشوفهم شو يقولوا لك واتبع الخطوات اللي يقولوا لك يا بارك الله فيك. مشكور جزاك الله. حياك الله يا سيدي، اهلا وسهلا فيك. يا ابو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الو. عليكم السلام ابو راشد. يا اهلا وسهلا، كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. اخوك ابو عيسى وياك. حياك الله يا ابو عيسى. ابو راشد انا بس بغيت ادخلك عن موضوع صيد الاسماك. طبعا صيد الجائر وشح الاسماك الكل يعرفه والكل يدريبه، وزاره البيئه تدريب. يا جماعه ليش ما نقنن الموضوع هذا؟ ليش ما نشوف اماره مقاوين عندنا تجربه محليه ناجحه؟ يا جماعه اماره مقاوين قننت شرعت الصيد في الخور،
نعم معروف موسم الحبل وقف. اي نعم ماشي صيد. نعم. يا جماعه نعم, نعم. ليه ترمي سمك الحبل ماله؟ قالوا يلا يا جماعه تفضلوا دشوا 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 صيدوا. ليش ما نعمم التجربه هاي؟ نحن عندنا الاسماك زين خالي معليش معليش طويل العمر. هذه في مقيوين في الخور, تعرف انت خور مقيوين يعني لميزه على الخيران الباجي مثلا, غير عن خور عمان, غير عن غير عن خور الشارجي, لان خور يعتبر مفتوح وكل سمك تدشه. نعم زين على عيني وراسي. بالنسبه للباجين يا طويل العمر الحين الحين سمعت اليوم انا والله فاجأني الخبر ها والدراسه هاي, فاجأني ان الامور هذه كل المخزون السمك المتري هذا يقول لك من 12000 وصل 500 وراشد وبيقلوا بتحرمون السمك. هاي المرة قريت الدكتور شوف قمنا ما نحصل السمك. الدكتور سيف الغيص الله يذكره بالخير, دكتور في جامعة الإمارات, سوى دراسة يا طويل العمر والله تتروعني يوم قرينا الدراسة إن الهامور, لأن كان من سنة وعقب خلاص ما بتشوف يعني الهامور يا طويل العمر. الحلوايو نفس العملية, وبعض أنواع السمك ترى الحلوايو من فصيلة الجش زين. نعم. هاي الحلوايو يقول لك يا طويل العمر عقب فتره انت ما بتشوف الهامور نفس العمليه, فما تدري يا طويل العمر الحين انت راشد الموضوع بسيط, هم عارفين الجماعه قالي الحين استهلاكنا ما بهالكثر, احنا نعرف متى موسم الحبل. الحين زين تعرف شو مشكلتنا الحين طويل العمر؟ التصدير للخارج. التصدير للخارج بوقف وقت الحبل يا جماعه. ما بنعرف يا جماعه الخير ليش ما ادري يا اخي. لا لا ما بو طويل العمر ليش ما يخلون السمك طويل العمر معلش الحين ليش ما يخلون السمك يقننون المسألة ويخلون السمك صيدنا حقنا نحن يا أخي ناكله في البلاد؟ ويش توي أنت شفت اللي يستوي في السوق؟ صار السوق إيمان براش تشوف يوم يجيبونه بالشكي شو اللي راح تستغرب السمك؟ كل شيء خالي كل شيء كل شيء. شفت الجش الجش الجماعة يعرفون. شفت الجش الصغار الجش الصغار هاي شقة تأكل الجش الصغيرون هاي ما أدري ما أدري شو. كل واحد عنده لنش ولنشين وأربع نفس ما قلت أنت, ويوم بيوك لا يقولك السمك موجود. زي السمك موجود شقة السمك موجود السمك بيخلص زي عقب ترى تقول ما شاف سمك. إيه الحين حمان طالب الحين تطويل العمر الحين يعني حمان طالب بتقريب في استهلاك الماي, ان بلدنا واقع على الخليج العربي وبلدنا تعاني من شح المياه ونحلي مياه البحار, وبعد فتره هاي بعد 100 سنه كل ما تزيد السنه كل ما تزيد ملوحه الخليج العربي هي لانه يعتبر شبه مغلق يعتبر يعني تجدد المياه. لا عقب 100 سنه بيستوي شديد الملوحه عقب 100 سنه بيستوي مثل البحر مثل البحر الميت بيستوي خالي. هاي الساعه بعدين ما الحين احنا نقول قننوا استخدام المياه والسمك يا طويل العمر ترى في فترات نتكلم ونسكت خلاص نخلي ننسى الموضوع ننسى الموضوع كأنه ما يخصنا فيه يعني نقول هذا ما شيء ما يعنينا. هذا يا طويل العمر البانيان ما بلادهم هاي اللي جايين يا طويل العمر يبون يشتغلون البيع. تنحط قوانين صار من اللي بيجيب سمك النوع الفلاني في الموسم الفلاني غرامة كذا وتضاعف كذا وطوي صادر ناس ما يعاملونهم هم قيلين قيلين نجحوا يا جماعة ما بعيب نشوف تجربة محلية. طويل العمر بسوي تقنين لعدد الأقوال الموجودة بشوف أنا احتياج إمارة عجمان كم زين الحين ما في دراسات يا طويل العمر في دراسات يا طويل العمر هاي الدراسات دراسات تحدد أنت الدراسة مثلا أنت إلين مثلا 25 عام ولا هالخطط زين لين 25 عام ولا 30 عام كم بتحتاج مثل ما حتى بما يتعلق بالبنية التحتية الآن أنت نفس العملية تشوف كم بحاجة أنت مستقبلا بحاجة إلى شوارع إلى أنفاق إلى مرافق عامة نفس العملية. الأمور هذه يا طويل العمر الآن لازم نسوي دراسة. الموضوع كله مدروس وباين عندهم اللي هو ما يستاهل للأسف ناس في مناصب كبيرة رواتب كبيرة حاط له طراد وطرادين ثلاثة وهو ما يدش. عمي والله ما بحسد الحين بيقولون هاي الحاسدين والله ما بحسد. أنا مو بحاسدين يا جماعة واقع نتكلم أنا والله ما بحسد يا طويل العمر والله ما بحسد. عيال هاوي ومطلع على السوق ومأساة السوق ليش يبغى نتكلم عنهم هم شو عندهم شو ما عندهم هم شو يسببون في الخسائر الخسارة هاي يا جماعة ما لا 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 تكلم لا تتكلم عنهم أنت غلطان هاي مرفوع عنهم مسؤولين مرفوع عنهم القلم هم مسؤولين والصيد هذا انت تدش تشوف الهامور في سوق السمك ما تعرف هو طيطار ولا هامور. هذا هامور ينصاد ابغى اعرف شو بياكلون فيه السمكه تحسب شو السمك اللي جايبينه عيبهم الصينيين عيبهم اللي هو امير الصغار ما شيء قبل احنا بعد هالنوع ما ينباع وهالنوع يعقونه ما يبونه الحين كل سمكه يبونه تنباع يا جماعه قننوا انت نحن كوزاره انت تكلمنا عن وزاره البيئه يا جماعه حطوا ايديكم على
اول شيء شرعوا وعقب حط ايديكم على منازل البيع وقوانين وصار ما في هذا لم فلان ولا هذا طراد عمي وزاره البيئه انت قلت نقطه عمي وزاره البيئه مشكله مش طايحه في مشكله الله يعين وزاره البيئه الله يعينها هي في الواجهه معليش ما دام في مدار الله يعين وزاره البيئه وزاره البيئه يوم الشايف لما مصلحه فيه قالوا هذا محلي ما يخصك وزاره البيئه ويوم ما لما مصلحه قالوا تعالي وزاره البيئه ما هيك المره يوم طبع المركب هذا ليش الحوت الابيض يوم طبع الحوت الابيض يا طويل العمر ما له مصلحه فيه قالوا تعالي وزاره البيئه انت طالعي انت مسؤوله عنه مشكله عندنا ويوم تي موضوع كسارات وما كسارات وهذا يقول لك لا هذه اشياء محليه خلى على الله اشياء محليه يا جماعه خلى على الله كم من سنه بتقلع لا بتحصل حلوى ايوه ولا بتحصل عومه بقول لك برد لنا خور الشرقي وخور عمان هاقين نصيب نيسر دوك بخبرك بعد ما شيء بعد ما خبرك حتى موسم دوك موسم صيد العومه قبل وين امتد كم شهر الحين ماشي له 15 يوم انا امشي في التم عقب اختفوا ماشي قال حتى العومه جليله يا طويل العمر ما في كل سمك شحات يا جماعه قننوا حرام مطاعم ما محصلين سمك ناكل بي وقت ما بتحصلون شيء تاكلونه انا ما متصل ابا شيء حقي اعطوني قول ولا بس ابيع ولا انا مستفيد من السالفه ابدا والله انزل السوق اقعد 1000 درهم اقل شيء واطلع واتلذذ بالسمكه رغم ان السمك غالي بس ما نحصله اساسا حطوا قوانين باكر ما بينفعكم الكلام هذا موسم الحوت موسم الحبل ما الشعري والصافي والجشي وغيره غير اللي كلنا نحن نعرفه وقفوا ما عليكم منهم قراقير فوق ولا بيه سمكه خلفوا ما عليكم من حطوا له قوانين مثل تجاره المخدرات لان هذا يصعدم البيئه وما عليكم هذا طراد فلان وهذا لنش فلان باكر ما بينفعكم هذا ولا بتحصلون سمكه ولا بنحصل شيء واسمح لي براشد ترى المقال اللي قريته اثرت الجروح مثل ما يقولون والله يا طويل العمر والله نتمنى ان شاء الله يحطون قانون يحطون تشريعات يا طويل العمر تحمي شوي على الاقل من الاستنزاف الجاير صاير استنزاف جاير ومثل ما قلت لك طويل العمر هاي لا ما يهمهم خالي هاي لا يبون يتاجرون ما يهمهم ما علي بس انا المهم هسه انا احصل فلوس اشتري ليش اشتري في المستقبل مثلا اللي يتكلم عنه بس ما نشوف اي تحرك شو السبب ما ادري يا اخوي شو السبب والله ما اعرف خلينا اشياء موسميه نتكلم عنها في المواسم وكان الله غفور رحيم خلي يسيرون يشوفون انا ما بيسال انا ما مقلين على هذه قراري مو مقلين ولا وزير الحين هذا العمود اليوم يتكلم عن اليابان وهي اليابان طالع سواحل اليابان كم طوله وطالع اليابان كم منتاجه من السمك والاغرم هذا عندهم مثل ما تقول مشددين العقوبات وعندهم اجراءات يا طويل العمر صارمه ومشددين العقوبات ما في شراتنا الحين دش البحر على كيفك وسوي لك كم من قول اصدرنا تشريعات شو اللي ياسين تريا ما يخلص السمك كله ما بتحصل شيء في البحر هاي الساعه بنطلع قوانين هاي الساعه بتحافظ على شو على الماي المالح ايش بعده هاي الساعه ما شيء السمك انعدمت ما شيء اللي يقول لك حتى نحن لاسين هذيك احنا هو ما نصير نبيع ولا غيره السمك النزال الاولي والسمك الغليظه ما شيء يا جماعه ولا يقول لك موجود يكذب ما شيء عدموه اعدام يومتين مره تبى تشوف العجب تعال شهر 3 ولا شهر 4 يوم السمك يرمي الحبل صر شوف السوق شقه طبعان من السمك وينباع بارخص الاثمان حرام هذه ثروه والله حرام تحركوا يا وزاره البيئه ما دام انتم في الواجهه خلاص انتم يا وزير البيئه انت مسؤول عن السالفه والله يعين وزير البيئه ايه اذا انت ما بلا قدام المسؤولين وشيوخ حتى قدام رب العالمين اذا ما قننوا السالفه هاي كلها في ذمتهم خلوا جمعيات الصيادين خلوها جهه تنفيذيه مش تشريعيه قولوا لهم انتم ركنوا على جنب ونفذوا تعليمات الوزاره ما بجمعيات الصيادين هي اللي تطلع القوانين لان شيء ما ينفع براشد لا انتم تبس عليكم تنفذون وبشراكه هذا يوم حطوا وزاره البيئه المراقبين قاموا يزعلون كلهم يصيحون كل يوم الا وزاره البيئه وزاره البيئه وزاره البيئه يصيحون صايح وزاره البيئه يوميا كل ما يسوق قالوا لك وزاره البيئه وزاره البيئه وزاره البيئه طيب هم يوم يخسرون يوم بيشرع الانشوال ولا غير يا من مطرش واحد ما بيجيب سمك بيزعل بيصير ان تمت الانشات هاي واقفه لا شيء سمك ولا غيره ما بيزعل بعد ذكرتني موضوع بعد واحد امس زعلان على سوق ايمان يقول كاتبين ممنوع التصوير وكان سياحي يعتبر يقول كيف ممنوع التصوير هو بالفعل يعتبر من الأماكن السياحية الآن انت يوم تسافر بلد ولا شيء تصير سوق السمك تطالع على بشو هذا اللي طلع القرار هذا يعني ما التصوير خلي يصورون الحين يوم بيون لجانب وهذا ولا انت راعي البلاد الحين بعد شيء انستغرام لا شيء انستغرام الحين طويل الأمر الحين لو تكح انت تصور عمرك وتحطها في الانستغرام تقول كحيت سوق السمك لازم تحط لك صورة ما سوق السمك تقول لما انا صرت سوق السمك اشتريت السمك ما يستوي
السياح اللي يجون يبون يشترون سوق السمك يصورون يصورون لانشات. شو الاسماك اللي عندك؟ شوف الاسماك ما اعرف والله. احنا فاتحين في قوانين باتجاه ثاني ممنوع. ما شوف مسموح انك تصيد صيد جائر وتصيد الاسماك الصغيره. ممنوع انك تصور سوق السمك. سبحان الله. ممنوع انك تصور سوق السمك. خلي على الله خالي. يا سيدي اسمح لنا. الله يجزيك خير. لا شاكلك جدا والله. بالعكس يا طويل العمر يا ليت يفعل مثل هذه الامور مثل هذه القوانين والتشريعات يا طويل العمر ويمنعون الصيد الجائر وتكون هناك مواسم للصيد يا طويل العمر. بالعكس القرار مثل اللي قلت لي مال 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 مقاوين مع حكومه مقاوين جزاهم الله خير. بالعكس كان قرار صايب يا طويل العمر ما يتعلق عشان يكاثرون السمك طويل العمر. انت اذا خليتهم يصيدون يصيدون ما بتكاثر السمك ما بتعق الحبل طويل العمر. طول السنه ابو راشد شو الاسمك اللي تباها موجوده في خرم قوين؟ لان يخلون السمك تعق الحبل يا طويل العمر. نعم نعم وبالله تعال يومتي عندما مال تقطيع السمك ولا الحبل مكود بعد يمكن نحن ناكل الحبل لك الباجي ما ياكلونه. وين صار اشترى السمك مره قال لي فر الحبل ما يبغى حطه قام يجمع باليومين والثلاثه ويبيع خلق الله ويشترونه حق المطاعم خالي. حق المطاعم يشترون خلق الله تشهى في الليل يبون حبول مقلاي ومشفاي. طبعا اقول لك شقاي الحبل ما ادري انا ويقول لك لا والله طري والله هاي ما ادري انا شهر 12 يقول لك هذا الحبل ولا شاريدك يا جماعه مو موسم الحبل راي جامدون عشان يبيعون غالي. حبل شو ما تعرفه خلق الله تاكل ما حط لهم اياه في التاوى الغاويه. شنو رايحين الجشيد كل شيء يسوونه جشيد وقال لك يا ريور ود الولد ما بيريور وين يا ريور. لا ما ايش دراك انت هاي الشاعر ما ترى انت من يحطوني قدام بتاكل لا وخصة في الليل يلفون كله في اللوم اليابس وخصة في الليل يلفون كل شيء. لا في الليل اقول لك الليل بالقصدير يمشي. يخبرني واحد يقول لي صرت يا واحد باخذ بارس العشاء طيب حاطين تعرف يحطون نايلون هالحمص وهذا يحطون عليه نايلون زين يقول ناكل هو ياكله هاي جليل نظر شوي قال لي تعال هالحمص ماله ما في طعم مول يوم سطعت بالبجل يقول ولا ريال يمسح النايلون وياكل خمس حافي هو متلذذ بلا طعم. سبحان الله سبحان الله. يوم قلت لك بالليل يجي بالخفيف طلعنا عن موضوع السمك ابو راشد ردنا على وزير البيئه ونقول له يلا شد حيلك يا والله بقى. وزير البيئه يبغي قوانين وتشريعات. نعم وكلنا وياك ما عليك وما عليك منه. لا لا عمي يبغي وزير البيئه يحطون له قانون ويعطون وزارة البيئة الإيد الطولة لتنفيذ هذه القوانين. عقب يا طويل العمر يقدر يشتغل وزير البيئة. عمي لا تقصي ناحي وتقول لي طير. لا طبعا ايه الحين تقاسي ناحي وتقول لي طير ما اقدر اطير طويل العمر. خلي ناحي يكبر يا طويل العمر يكون امده واطير وارفرف في الفضاء ايه بعدين يا طويل العمر ايه. اذا وزير البيئه ما بيقصر جزاه الله خير رجل مجتهد ورجل مثل ما تقول بالعكس عنده غيره وخوف على بلاده وعلى مخزون ما يشوف غيره. والحكومه والمجلس ورئيس مجلس الوزراء ما حطه في المنصب هذا على اساس انه يناقش هاي الملفات. ليه بس اقول لك يا طويل العمر تدخل في التشريعات والقوانين هذه يبغي له قرار خالي إيه يصدر قرار وبعدين وزاره البيئه بتقوم بتنفيذ هذه القرارات ومتابعه هذه القرارات يا طويل العمر. خلاص يا جماعه وزاره البيئه هي قدام خلوهم هنا جمعيات الصيادين خلوهم على صوب خلوا الوزاره تجاب له بالضبط الوزاره هي اللي جابت والوزاره هي تعطيهم التعليمات هم ينفذون تعليمات الوزاره. نعم يبوا هالبحر خذوه منهم بس لا تجيبون قنبلانشات وقوال وايد من هالبحر موجودين لا عندهم لانشات ولا عندهم طرادات ولا شيء تركوا الشغله ولكن ما عندهم مشكله في المشوره بيعطونكم بيقولوا لكم. نعم عرفت كيف؟ ربك يسهل يا ابو راشد. الله يطول لي عمرك خليك يا سيدي صبرنا بشيء. حياك الله يا طويل العمر. حياك مشكور يا سيدي مشكور جزاك الله خير. الله يطول لي عمرك خليك. نتواصل معكم مستمعين الكرام مشاهدي الكرام. موجز خالي ان شاء الله باسمه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك ابو راشد؟ شو اخبارك؟ طيب لحظه خالي شوي لحظه اوكي. السلام عليك. السلام ورحمه الله. صوت الرادة والله يطول لي عمرك. هلا ابو راشد كيف الحال؟ هلا انت. هلا والله ابو راشد. انا مشكلتي ويا الوالد متبري مني من السنين وانا انسان الحين ضايع ما اعرف شو اسوي. ابوك متبري منك ليش؟ ما ادري. هو ترى شو متزوج حرمتين. الحرمه الاولى امي وحرمه ثانيه ياب حرمه ثانيه وياب عيال وكل شيء والحين ما يباني. مو الحين ما يحكي من زمان ما يباني وانا انسان اصبر. يمكن شاف اخوانك احلى عنك. كيف؟ شاف اخوانك احلى عنك وغير قال ما ابغى هذا. ما كان يطمع.
ما أدري. لا لا أسولف وياك يا ريال. ما يدفع لي لا درهم ولا دينار وتاركني شيء، وأنا الحين كيف أدبر أمري؟ حتى دراستي أنا ما كمل. زين تدرس والله تاركني شيء يعني كأنني هو شو يقول لي؟ يقول أنت مو بولدي، أنت روح عني، أنت شيء، أنت شيء. زين كم عمرك عين أنت خالي؟ 23. ريال عود خلاص بعد شو؟ اعتمد على نفسك عين، اشتبه أبوك عين أنت. اعتمد على نفسي بس اشتغل برا، انا مو من البلاد، برا البلاد بس اشتغل، وما كيف اتزوج وكيف ابني. ابوك شو يخصه خالي؟ عيل انت من توصل، من توصل خالي من تكبر ابوك ما يخصه. والله عيل انت من تكبر، من تكبر ابوك ما يخصه، من تكبر خالي ما ادري والله. بس شو يقول لي؟ يقول ما اعطيك لا درهم ولا دينار. الحين خلاص ريال عود ما بيعطيك، عين عقب بالانجليزي من 18 سنه يضربونك عبوزك خلاص. ايه عنده بيوت، عنده بنايات، وعنده على الاقل شيء يعني بيت حسب الدبر عمري وايش حياتي يعني. ما 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 اور عمري، ما اطيح انا، ما اطيح هناك، ما اصير اسكن هناك. دحين لوسي خالي، لوسي تشتكي عليه مالك حق عليه خلاص. بيقول لهم ريال خلي ريال عمري، بيقول لك سر اشتغل خلاص ريال عود. لو صغير بيقولوا لي يصرف عليك. صار ريال عود بعد يقول لي انا بسوي وياك شيء وانا شيء وانا شيء، يوم بموت ما بعطيك لا درهم ولا دينار. لا لا يوم بيموت ما بعك كيفك. ما ادري والله شيء. وقال لي قال لي انت اذا دخلت شيء اشتكيت عليه شيء بسفرك هناك اي مكان بسفرك. والله عاد هذه مساله ما اقدر ادخل بينك وبين ابوك خالص، صعب ما اقدر. اي بس انا ما اقول دخل، بس قول لي شو الحل يعني. الحل خالص صير اشتغل واعتمد على نفسك وخلي ابوك روحه خلاص. بس يقول لي انا ما اعطيك شيء. انت الحين ما اعطي العمر، الحين اذا انت مثلا يعطيك شيء، لو شيء تشتكي عليه المحكمه مثلا ويجيبوني زين، يقول لهم ما لي حق عندي. وبالفعل ما لك حق عندي، انت الحين ريال عود، شيء تعتمد على نفسك. تقول لهم ها ريال عود خلي شيء يشتغل يعتمد على نفسي. زين الكلام اللي يقول هذا خلاص يوم انا بموت انا شو يسمونه بعطي اخوانك الثانيين اللي حرمه ثانيه من حرمه ثانيه، وانا ما بعطيك شيء. لا لا هذا قانونا ما يستوي خالي، شرعا ما يستوي. ترى ما يصير بس هذا. إلا إذا هو عاد كتب لهم بيع وشراء هذا شيء ثاني ما يخصه. مشكور عمي ما تقصر. بعد زي أبوك حي الله يطول عمره، تبغي تورث بالحياة مسكين. إيه حي حي تعرف شو يوم. تبغي تضمن مستقبلك من أحيلة عكتافه هو وحليلي. لا أنا شو سويت له؟ أنا شو ذنبي؟ شو صار وياكم أنت والمرأة؟ أنا ما شو ذنبي أنا؟ ليش تسرقني بس؟ هو صارت خلافات بيني وبين الوالدة ورد الحرقة فيك أنت. ايوه هذا هو الحقيقه. وايدين ريايلك ما ادري الاطفال شو يخصهم مساكين. انت طفل بريء، طفل 23 سنه عمري. انا من زمان كنت طفل صح، الحين ما بطفل. انا احب ابوي، ما اقول اني ما احب ابوي، ابوي عيني وراسي، بس يوم اسير يوم متي قلبي يوم اسير اشوف المسيد قال لي لا في بيتي خلاص ما هي. يوم اشوفه في المسيد اسير سلم عليه ما يعطيني وجه ولا يسلم علي ولا يمد يده. هذا قاسي شوي. الله يهدي ان شاء الله يا ربي. امين. بصير عند اخوانك انت تدخل من عند اخوانك من نفسه. ما يدانوني يسمعون كلام ابوي. ما بعد اخوانك ما يدانونك؟ ايه ترى يسمعون ابوي، وهي حرمه، هاي حرمه ما تبغى تشوفني، حرمه ثانيه. هذيلا شو يسمونها؟ انا امشي من ايمان، من شو يسمونه نص ايمان لين مكان مشي، وهم مسوقون ارقام ثلاثي وستيشن وما ادري شو رينج وما ادري شو. شو ذنبي انا؟ زين والله شو بقول لك، بس انا ما اقدر اقول عنه شيء بعد. هو ابوي مهما كان زين ولا ما زين، بس انا طالب حقي وبس. الحين مالك حق عندي خلاص. الحين انت مالك حق انك ريال عود، لو صغير مثلا صغير بعك بيصرف عليك، شي طالب اني يصرف عليك، بس الحين مالك حق. الوالده مطلقنا ولا؟ اي مطلقنا. مطلقنا بعد، لو ما مطلق الوالده عزمت بتقول بطالب بسكن الوالد، وهذا كان ما دام مطلقنا خلاص. وانت ريال عود بيقولوا لك لو شي عند القاضي، بيقول لك القاضي بيقول لك سر اشتغل ابوي انا هذا ما الله باسمي. اشتغل ما مو باني ما اشتغل، بس انا مصاريفي مو بشي يعني، ما راتبي مو بهالقد، ما اقدر اجر لي شقه بعد. المشكلة الله المستعان. الله يعينك ان شاء الله، ان شاء الله الله يهدي ان شاء الله. امين. انت بعد لا تخوز، صلى في المسجد وياه على طول، يمكن يحن قلبه شوي. بس
أصلي أصلي وراه وأشوفه كل شيء، بس يوم أصير سنة معليه مرات أنا أكون مصلي الفرض وبعد الفرض أكبر عشان أصلي سنة، يشوفني ها ياس يصلي يطلع شيء صاروخ يطلع ها يشرد عنك أنت لا تسلم تريح. إيه لا تسلم، من يسلم يعفد عليه، حبب على الرأس وعلى الخشم ومصصه منه ومنه، ويمكن بعد ما تدري حبل يديه حبل ريول علو عسى بعد يتكرم عليك بشيء. بس يعني أنا ما أبغى منه شيء خلاص، لا يعطيني درهم ولا يعطيني دينار، عنده ملايين خلي الملايين عنده، يوم بيموت لا يعطيني درهم، بس على الأقل شيء يتصل فيه كيف حالك أنت بخير ولدي جي. بس يسأل تعرف رقم تليفونه؟ أي أعرف. أسوي له تليفون. بسوي له تليفون يا ريال بيضربني بعد. اي ما بسوي له تليفون خلاص يعني يضرب بيضربني، وشو سمونا مكان اللي انا ساكن شو سمونا بي هناك بيشيل لي نص الليل وشو بيضربني يعني شو اقول لك. الله يعينك ان شاء الله، الله يهدي ان شاء الله ويهديك. امين يا رب العالمين. مهما يكون ابوك هذا بالنهايه يعني معلش صح بعد شو بدأ لسأل أبوي. الله المستعان، الله يعينك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. يا ألف سلام، حياك الله. سلام يا أبو مسجد مهدد إني قال ما هذا فيلم مثل ما الأفلام المصرية هدد الله باسمي، قال لي بحرمك من الميراث الله يذكرك. ذكرني بالخالد النفيسي الله يغفر له ويرحمه، الاخوان الكويتيين كان عندهم قفشات شي حلوه، ما الحين ما ادري شو السالفه، من ياهم صدام نهى كل شيء في الكويت سبحان الله، ما ادري ليش يا اخي، حتى الفن كان موجود ولكن بعد كان الاخوان الكويتيين كذا. اتذكر سعاد الله يغفر له ويرحمه خالد النفيسي وسعاد عبد الله سكتش فنان على أساس أنه هو باشا ولابس طربوش وهذا، وهي وياه والمفيدي الله يرحمه على أساس جاي فاتش الصدر مثل ما السبعينات الكشخة شعر طويل وفاتش الصدر وبانطرون شارلستون على الوسيع من تحت، وغادي الله يرحمه شر القلم فيا أساسه خطيبة ولد شاب بس ما من البهوات وهاكي باله يعني ود باشا شيء، فقال له ما بيوزك يا، قالت لما بيوزني يا بشرد يا، فمثل ما يسوون في الأفلام يود قلبك صدرك قلبي قلبي قلبي، وكان يدق بعمري يطير بابا بابا بابا، قال له بس بعترف لك بشي قبل ما أموت، قول يا بابا، قال له أنا ما ببوك، أمال أنت مين؟ قال له أنا عمك. الله يغفر له ويرحمه، الله يغفر له ويرحمه ويسر لي. نتواصل معكم لذان ولا بعده؟ نتواصل معكم بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، وصراحة يعني تفاجأنا بوجود يعني أستاذ وظيف عزيز وشخص عزيز علينا جدا، هو الأستاذ سعيد علي سعيد آل الهش، طبعا من الكفاءات الإعلامية البارزة والمعروفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن أوائل أيضا الناس اللي دخلوا الإعلام حتى من قبل الاتحاد، تقلد مناصب عدة من ضمن هذه المناصب مسك مدير الإذاعة والتلفزيون عام 86 من عام 86 في إذاعة التلفزيون الإمارات العربية المتحدة من أبوظبي، وبعد ذلك أيضا في العام 1990 مدير عام الإذاعة في جهاز الأمانة العامة الإذاعة والتلفزيون في جهاز الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، واللي كان من ضمنها طبعا الإنتاج البرامجي المشترك. أبو علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبتين، عليكم السلام والرحمة والبركة أبو راشد. الله يعينك صراحة، يعني إحنا نعتز بهذه لا أبد أبد هذه زيارة، هاي دعوة كريمة، دعوة كريمة من أخ كريم ويشرفنا دائما. والله إحنا كنا عاد للأسف تأخرت شوي، أنا كان ودي يعني مثل ما تقول من وقت، ولكن بعد لك ظروفك والطريق لظروفه بسيطة الإليات أكثر من رايحات إن شاء الله، نتمنى دائما نتواصل على الخير إن شاء الله. من كم سنة الآن أنت تركت
أو مالك تواصل الإعلام والميكروفون؟ يعني على الهواء؟ إيه نعم. هذا من حوالي سنة 90. من 90 تقريبا. من انتقلت للأمانة العامة حوالي 20 يعني كمباشرة إذاعة نشرات أخبار أو برامج. بس رغم أنت كنت مدير وكنت تذيع تقول تقرأ نشرة الأخبار. أنت تذكر أول جيل الأولي مو بالله عندنا إحنا في الإمارات حتى الدول العربية الثانية. الحين المدير خلاص ما له خص حتى ما بشرط يكون يعني. الحين تغيرت المعايير. أول لازم يكون مؤهل في نفس المجال. يعني مثلا الدكتور يكون مدير مستشفى. المذيع يكون مدير إذاعة وتلفزيون. لا. يعني بالطريقة الحين طبعا صار يقول لك علم الإدارة علم متخصص الحال. ما يخصه ما بشرط تكون مذيع. والمهنية الثانية هاي بروفيشنال نفسها تعتمد عليها. نعم. عرفت كيف؟ يعني هذه مدرسة وهذه مدرسة وكل واحدة لها تجاربها ولا حسناتها ولا سيئاتها. نعم. بداياتك طويل العمر وكيف كانت صرت كم؟ وكم كان عمرك في البداية؟ البداية قبل بداياتي طال عمرك أذكر في سنة اللهم صل على النبي في سنة 70 تقريبا 70 71 أي كان في 70 بالضبط في شهر سبتمبر. يعني قبل الاتحاد. قبل الاتحاد بفترة بسيطة يعني أقل. نعم. من سنة تقريبا شكل كانوا أعلنوا عن الإذاعة كانت إذاعة صوت الساحل. صوت الساحل في معسكر المرقاب اللي بين الشارجة وعمان في الشارجة. نعم. ناحية الشارجة المعروف إني مكان زين. نعم. فكانوا معلنين يحتاجون إلى عناصر مواطنة أو حتى يسمونه ما يسمون مواطنة كي يسمونه محلي لوكال بالإنجليزي. لا. الإنجليز كانوا هم اللي يدرون. في بعض الإخوة العرب الله يرحمه رياض الشعيبي والله يرحمه سليم عرفات ثائر حلاوة مجموعة يعني. نعم. اللي توفوا واللي بعضهم موجود الحين هني واللي بعضهم رجعوا إلى سواء الأردن أو فلسطين أو بلدانهم. المهم فأعلنوا أذكر تقدموا مجموعة وايدة بما يعادل 150 شخص تقريبا. هذيك الأيام. هذيك الأيام. ما شاء الله. كنا طلاب بعدنا في المرحلة المتوسطة. أيامنا كنا على نظام التعليم الكويتي فكان 4 سنوات ابتدائي 4 سنوات متوسط 4 سنوات ثانوي. ها. والثانوي سنتين في النهاية أدبية علمي. نعم. زين. فبدأنا الله يسلمك هذيك الأيام أنا ومجموعة أذكر منهم يمكن الأخ صقر المري كان وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. بعض الإخوة الآخرين الله يرحمه عبد الغفور السيد توفى كان هو في البحرين يشتغل مذيع ويدرس ويهني ومجموعة يعني وايدين أحيان ما تحضرني الذاكرة كلهم. فأذكر أني نجحت مع مجموعة يعني قليلة جدا 2 أو 3 تقريبا من هاي اللي يتقدموا من اللي يتقدموا. نعم. 150 تقريبا. نعم. نجحتوا 2 لأن الشروط اللي يطول عمرك هيك الأيام شروطهم كانت شوي صعبة. شروط إنجليزية نفس نظام البي بي سي على هذيك الأيام. نعم. لازم تكون تعرف عندك لغة إنجليزية على منو هيك الأيام على قدنا منو يدرسنا إنجليزي بعض الإخوة العرب وتعرف اللفظ والأكسن. نعم. يطلع حسب لهجة هذا الأخ. نعم. المصري الفضة بطريقة اليوم الهنود زين. فأنت أيضا أمام تحدي بينك وبين نفسك. نعم. أوكي. فبعدين طال عمرك غير عن الإنجليزي لازم تكون عندك لغة عربية قوية في في القواعد والنحو والصرف ويعني عدة أشياء الحمد لله ما مطبقة حين ولا كان رحنا. لا لا بالعكس بالعكس أنت ما شاء الله عليك يعني الخير والبركة أيضا يعني حتى لو بالخبرة الواحد يكتسبها أبو راشد. زين. فطال عمرك هذه شغلات رئيسية إضافة إلى أنك يعني عندك مادة الإنشاء أو التعبير تكتب مواضيع لازم يشوفون الأبعاد والخيال يقول لك مثل قاعدتنا هاي هاي الكاميرا ما كانت أيام كاميرا ميكروفون يقول لك الميكروفون تخيل مثلا أن استقبال رئيس دولة ياي ولا حد وقعد علق طالعون مدى ملكاتك والخيال اللي عندك. شوف أي والله العظيم أقول لك يعني فالشروط صعبة يعني وايد شروط كانت. وبعدين يعني حتى عقب في التلفزيون أذكر اللي يلبس نظارة مثلنا حين ومشوبنا ما يسمحون لي يطلع مذيع يقرأ أخبارك ليه. شوف شو اي يقول لك هذا لازم يكون حاد النظر مثل الطيار ما يكون اي شيء تقرا انت عيب ما بتطير والله العظيم الشروط يعني كانت صعبه وذيك الايام على ايامك يوم تقرون الاخبار لا تكح ولا تسوي شيء ولا تبتسم ولا ابدا يعني مطلوب منك عدل. لكن الحمد لله يعني التوفيق من الله اولا واخيرا والاعتماد يعني اعتماد الانسان على الله ثم على نفسه وايضا يعني الإخوان والأصدقاء والمسؤولين اللي بدأوا يدعمون عقب الحركة الإعلامية بصفة عامة. نعم. وحركة جهازي الإذاعة والتلفزيون بشكل خاص. فبدينا عاد في هذه السنة أذكر هالكلام تم إعلان طبعا قيام دولة الإمارات. نعم. في 2 ديسمبر. نعم. واستمرت الإذاعة صوت الساحل. واستمرت لا
ما استمرت، لأن في نفس الوقت الحكومة دبي كانت متعاقدة على أنها بتشتري الإذاعة وتنقلها لين دبي. إلى دبي. إلى دبي نعم. زين. فصارت حادثة مؤسفة في نفس الفترة لمقتل الشيخ خالد. خالد الله يغفر له ويرحمه. نعم. في الشارجة. نعم. عرفت كيف؟ نهار ثاني على طول الإذاعة نقلت أوتوماتيكيا إلى دبي، ولا كانت استوديوهات جاهزة ولا أي شيء. يعني كنا نذيع نشرة أخبار وصوت المطارق والشواكيش ورانا، الناس يسمعونا في الراديو. نعم. وبدأنا الحمد لله يعني في نفس الموضوع، ومشينا أيضا لغاية 74 الله يرحمه. لين 74 في دبي. في دبي. وعقب في 74 الله يرحمه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم كانت عنده رغبة أن يعمل جهاز تلفزيون. طبعا في هذاك الوقت كان في جهاز تلفزيون قبل الكويت مسويتنا في القصيص حاليا. إيه نعم. مبنى المجلس الوطني للإعلام حاليا. نعم. هذا الكويت مسويتني جهاز يسمونه تلفزيون الكويت من دبي. من دبي. نعم. هذا كان بالأبيض والأسود. رغبة الشيخ راشد الله يرحمه وأولاده الله يطول عمرهم والله يرحم المتوفي منهم. آمين. أن كانوا يعني يبون يسوون أيضا جهاز متمكن في دبي يطلع ملون، وكان أيامها التلفزيون الملون توا بادي في الغرب، يعني حتى في الدول العربية ما كان موجود. نعم. فأذكر بدينا إحنا في المشروع مع عدة شركات إنجليزية وأجنبية يعني، وكانوا يسابقون الزمن من ناحيتين، ناحية عنصر الوقت عشان يطلع الجهاز في وقت محدد، وفي نفس الوقت يعني عنصر المال أيضا تضغط المصاريف. نعم. فالله وفق الحمد لله، يعني كان الله يرحمه الأخ رياض الشعيبي مدير عام الإذاعة والتلفزيون هاك الأيام، هو من رجال الإعلام القديمين، ويعني يمكن احنا في الاذاعه في التلفزيون كشخصين بدينا، ويمكن يعني حسب ما تحضرني الذاكره ان اول افتتاح للتلفزيون كان بصورتي انا في التلفزيون. نعم. حتى كنا ايام اول افتتاح لك. اول افتتاح حتى ايامها كان الاستوديوهات مو بجاهزه مثل الحين، نسجل الصوت في الاذاعه على الشريط. نعم. ترى اول شريط الريل مو مثل الحين. نعم. سيدي وما سيدي زين، وتيب الكابشن بدل الجرافيك والمكينة حين تكتبه، والتخطيط الخطاطي وتحطه على الكاميرا. نعم. لأن لا عندك جهاز فيديو طبعا جهاز ولا جهاز فيديو ولا تيلي سينما ولا أي شيء يعني. نعم. فأنت شو بتطلع. نعم. في بعدين شوي يوم خلصت أشياء حطينا بعض الأفلام الكوبوي الأمريكية هيك حتى بدون ترجمة. نعم. تنزلها لأن هاي ما تحتاج استوديو ولا أي مكان. بعدين شوي بدينا في الاستوديوهات وهالمجرى يعني، ومشيت الحالة لغاية كم تميت في دبي؟ بدأت قاعد بضبي. دبي في اثنين لغاية 82. 82. نعم. زين. ال 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 الغيث كانوا. سعيد الغيث. سعيد الغيث. سعيد الغيث كان في الأبيض والأسود. في الأبيض الكويت. والأسود أيام الكويت. أي نعم، كان هو من شبابنا اللي. بس بداية الاتحاد وتعين وزير. أول في بداية الاتحاد تعين على ما أذكر اللهم صل على النبي، أظن كان وزير مو بوزير، كان شيء في الخارجية ماسك الدائرة السياسية. مدير عام الدائرة السياسية وزارة الخارجية لما هذا كان فترة الاتحاد. بعدين نقل كوزير دولة للشؤون الإعلام. وزير دولة الشيخ أحمد بن حامد الله يرحمه وزير الإعلام، وسعيد الغيث وزير الدولة للشؤون الإعلام. بس كان هو في الأبيض والأسود يوم تلفزيون. كان في الأبيض والأسود. الكويت من دبي. هو مجموعة، هو الأخ أحمد عبد النبي الله يذكره بالخير، الأخ أحمد قاسم اللي نذكرهم، يعني كنا نتواصل، إحنا كنا هذيك الأيام بعدنا طلبة يعني تعرف، ونشوفهم يقدمون برامج أحيانا مال إذا مال ركن الطلبة من يوم المدارس يختارون بعض الأشياء يودون، لأن التلفزيون الأبيض والأسود كان أقدم يعني عرفت كيف، في جيل أول لغاية لما صارت الدولة وضم إلى جهاز وزارة الإعلام والثقافة سابقا. نعم. نعم. بدايتك في أبوظبي 82 الله يطول. 82. نعم. لغاية تقريبا 90 لغاية يعني 90. وقت حرب الخليج، بعدين صارت إعارة رسمية من الدولة إلى الخارج إلى مجلس التعاون الخليجي. بس هذا يعتبر منصب سياسي ما بإعلامي، نص ونص شغلنا. إحنا كانوا نص على بس يعتبر منصب سياسي لأن إحنا طال عمرك العام لدول مجلس التعاون. نعم. إذا تذكر طال عمرك في شو الوظيفة هذا الجهاز هناك؟ وظيفة هذا الجهاز متشعب، لكن احنا اول ما بدينا في هذه الايام كانت اعارة مؤقتة على انها يعني اسابيع او ايام او انكثرت يعني كم من شهر، لان ارتبطت ب يعني دخول القوات العراقية الى الكويت في اغسطس 2 اغسطس سنة 1990 يعني. فصار العمل على ان يعني انت تنتقل الى هذاك المكان باعتبار عدة عوامل، يعني أن أيامها كانت
يبون ياخذون فكره عن المنطقه وغيره. وفي اخوان من دول الخليج موجودين في الامانه العامه. الامانه العامه يعني تعتبر جهاز سياسي يتبع 6 دول خليجيه، اللي هي دوله الامارات العربيه المتحده، المملكه العربيه السعوديه، سلطنه عمان، دوله قطر، دوله البحرين، ودوله الكويت. ف يعني باعتبار جهاز الأمان العامة موجود كان في الرياض عاصمة المملكة العربية، فبالتالي طبعا أغلب الموظفين من السعودية. دول الخليج الثانية كان لها تواجد بنسب مختلفة. أيامها كان الله يذكره بالخير الأخ عبد الله بشارة كان الأمين العام من الكويت، فجايب مجموعة يعني يكاد يكونون رقم 2 بعد السعودية. بعد السعودية. لكن ما يون يعني السعودية ما شاء الله تعرف دولة كبيرة والمقر عندها والحصة الأكبر كانت. عرفت كيف؟ فجاي مجموعة، قطر أظني 1 أو 2، البحرين نفس النوع، عمان نفس النوع، إحنا الإمارات كان ولا واحد هذيك الأيام. عرفت كيف؟ نعم. فيعني ارتأت الإرادة أن من الإخوة هذيك الأيام أن أروح هناك وشاوروني، قلت قالوا لي شغلة كبيرة ارتبط طبعا إعلامي وسياسي وبتغطي وبتشوف. فمع البداية إذا الكل يذكر وأنت تذكر طبعا أن كان جهاز CNN أو قناة CNN الأمريكية. نعم. اللي هي كانت تغطي. نعم. فكنا نطير كفرق معاهم بالهليكوبترات إلى الخفجي، إلى المناطق القريبة من الحدود، نروح فتصوير وما تصوير، وتعرف هذه جماعة أجانب يعني جايين من برا، لكن وظروف الصحراء في الصيف كانت جو حار يعني. ليش صعب تبصر العصا؟ مشيت الأمور نحمد الله على كل حال يعني، وربنا وفقنا اللي قدرنا نسوي، وإذا أخطأنا في أشياء فالله يعني يغفر والناس تسامح. شو نسوي بعد؟ لا 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 لا. انتهت بعدها علاقتك بالإعلام كليا؟ علاقة بالإعلام تقريبا كطبعا حضور في استوديو وقراءة نشرات أخبار. لأن كنت الفترة مثل ما ذكرت لك مساعدة الفترة ايه؟ يوم كنت أنت مدير التلفزيون كنت نشرة الأخبار ما تودره طال عمرك يعني على طول وكل المدراء اللي تعاقبوا على تلفزيون أبو ظبي على هي فكرة هي لها ظروف. الله يرحمه الشيخ زايد، الله يرحمه ويغفر له، يعني وجهني عدة مرات أني أنا في نشرات أخبار معينة اللي كنت اللي أنا أقرأها، إذا أحيانا مقابلات بعض الحاجات أني أنا اللي أقرأها. ويعني الله يرحمه وزير الإعلام كان موجود، والأخ عبد الله النويس وكيل وزارة الإعلام، يعني ينقلون لي هذه الأمور، وعلى طول كنا ننفذ يعني السياسة المطلوبة. بس حتى في كذا على حيد دائما المدراء يعني يتعاقبون. نعم. يتعاقبون. نعم. كل المدراء اللي يتعاقبوا بعدكم كانوا يقرون نشرات الأخبار. نشرات الأخبار. نعم. الآن هذا لا، العرف تغير الحين تدري، لأن الحين يعني قلت لك أن المدير صار منصب إداري تقريبا. نعم. انفصل عن باقي في الرياضة محمد نجيب على اساس انه محمد نجيب يمكن بصفه شيخ يعني مدير قناه ابو ظبي الرياضيه ومذيع في نفس الوقت. الله يعطيه الصحه والعافيه. هذا موجود الوحيد. الله يعطيه الصحه والعافيه، وانا احييه في المجال الحين وابعث له السلام هو والاخوه كلهم. نعم. عرفت كيف؟ لازال يعني يحس انه عنده امكانيه العطاء، ويمكن المسؤولين ايضا يعني مثل ما تقول واثقين فيه ومخلينه في هالمكان وهو يستاهل يعني. ما تحن للميكروفون؟ شوف عبد الله بقول لك بكل صراحة، الإعلام تعرف قبل ما تكون وظيفة هواية. أنت مستحيل تجيب إنسان الحين دكتور ممكن تخليه يدرس طب. نعم. ممكن ينجح وممكن يفشل. نعم. مهندس نفس النوع. الإعلامي وخاصة في جهاز الإذاعة والتلفزيون، المذيع، مخرج، منتج، نفس القصة. نعم. يمكن يأخذ الشهادة العالية ويوصل إن شاء الله PhD ولا دكتوراه ولا أي شيء. نعم. لكن وقت التنفيذ هذا الميدان يا حميدان. ترى كنا هذيك الأيام يجيبون لنا شباب بدون ذكر أسمائهم، الحين فيهم مخرجين وفيهم مذيعين وفيهم صحفيين وفي بعضهم اللي طفش من الجهاز الإذاعة والتلفزيون. نعم. والصحافة. نعم. يوم كنا في أبو ظبي وحتى يوم كنت في دبي يبوننا من جامعة الإمارات بدايات التخريج. نعم. هذا خريج إعلام تعين أيامها على رئيس قسم درجة 2 حلقة 2 اللي يسمونه 2-2 ثاني راتبه 4900 درهم مقطوع بدون بدل. لأني كنت عندي لأن عندي الأوراق وعندي المسؤوليات وأنا أعين واحد وأشيل لكن حسب طبعا قانون مجلس الوزراء ثاني زين. فإيك شو تبغى يا فلان؟ قال والله أنا أعطيني شهادة متخرج أني أنا مذيع. تعال حبيبي على عيني وراسي، هذه الجرايد
هذه نشرات الاخبار، هذه تيكرز مال وكاله رويترز وكاله اسوشيتد بريس وكاله الوكالات كلها، خذ اقرا بالعربي، ما تود تترجم يترجم انجليزي يقول لك والله يا اخي ما ادري ما اللي منهم. طبعا وهي كلنا في بداياتنا الخوف او الرهبه من لا لا بد من هذا موجود كم يوم وخلاص يعني عرفت. فتلاقي يتلعثم يتهته يتم يقطع، يا حبيبي الله يرضى عليك مو بشذا شوي شوي، هذا جهاز بسيط واعتبر هذه اللي ورا الكاميرا كلهم هلك وربعك واخوانك لا تخاف منهم، اعتبر انك جالس في ميلس تواصل ويا هذا الميكروفون نفس النوع. تلاقي الرفع لا يعني غير زين، هذه حاله ممكن علاجها بالثقه بالنفس وتخليه نعم. يقرا وخاصه اللي تكون لغته صعبه شوي على طول قول له احفظ لك كم آية قرآنية او اقرا المصحف، لان بتلاقي نفسك انفرجت اساريرك اوتوماتيك. ما خلصت من هذا تبغي تدخل اقرا المعلقات، معلقات الشعر الاوليه هذه، تلاقي لسانك غصبا عليه اذا كان محتاس يعتدل زين. فكره هاي والله هاي حقيقه زين، لان انا ميربلنا في بس كان هذا واقع يعني سابق، هذا واقع سابق زين. خلصت منه. في ناس اخرين يجيك مثلا معين وجاهز ويبغى يشتغل اوكي، الا انه يعني هو يقول لك انا يا اخي ما لقيت تخصص يقبلني قبلوني غير الاعلام، لكن انا صراحه ما ابغى هذا، شوف لي وظيفه او دوروا لي مكان راتبه اعلى وما فيها شغل وايد. شو بس انت تعرف الاذاعه والتلفزيون ليل نهار اي نعم ما شي وقت نعم. يعني دائما مثل الطبيب اون كول، انت اون كول على طول يطلبونك اي شيء عندك يعني ما تحدد انك انت والله دوامك 6 ساعات 6 ساعات لا اوقات يكون مفتوح حتى يوم يوم كامل يومين على حسب الظروف، 3 ايام الدوام نعم خاصه في بعض الازمات لا قدر الله الله يحمينا ويحمي الامارات والشعب العسكري مثل العسكري تكون نعم يعني دول ثانيه عندك اذا في ازمات شيء تلاقي حتى في فتره الحروب يوم كنا نتدرب نسافر مصر نسافر الاردن سافر سوريا أذكر هاي كل أيام، تلاقي داخل مبنى الإذاعة والتلفزيون وداخل الاستوديو في غرف يعني سرير وغرفة نوم يتناوبون حد يرتاح والثاني يواصل، هل هم جرى كان شغلهم يعني. فالحمد لله لا تغيرت لا المفاهيم كلها تغيرت الحمد لله. الحين سهل جدا براشد يعني ما بازل عليك لا الحين ما شيء الحين أكل أولي الصعوبة الأولية أي صعوبة أول يا أخي بواسطة التكنولوجيا الحديثة الحين أنت لا. بالموبايل تسوي مقابلات لآخر العالم على الإذاعة لا. أو حتى على التلفزيون لا. تحط السلايد والصورة وتمشيها أول الله يرحمه عبيد مفتاح تذكره كان عندنا في الله يغفر له عندكم من عندكم من عندنا نعم 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 أذكره في بعثات الحج هو الإخوان اللي مثل غيره نعم جهاز النياجرا جهاز تسجيل الكبر هذا هذاك صوت فقط شله على ظهره مسكين يتمايل ما يقدر يجي العمر يمشي عشان تسجل مقابله الان الموبايل ما يحتاج والشريط ها هالقد ربع ساعه او اكثر شيء نص ساعه الريل هذاك الريل ماشي نص ساعه زين وشقابه ترسله من بلاد لبلاد ومتابعين بث يا اخي كانت الحين نعمه الحين نعمه فعلا يعني صوت وصوره على طول صوت وصوره واللي تبغيه وبالتليفون على مثل ما قلت بالتليفون الالكتروني ما إيه؟ يعني الحين سيد العمليه الاعلاميه اللي يتحكم فيها التكنولوجيا ليس البشر وليس الانسان قبل كان البشر الحين التكنولوجيا تكنولوجيا على طول يعني عطت خدمات وهني ندعو يعني جيل الشباب جيل الأولاد جيل الأخوة جيل اللي يشتغلون في هالمجال أنهم يعني يحسنون استخدام هاي الأجهزة خاصة اللي يشتغلون في الوسائل الإعلامية ما يفرطون فيها لأن هاي نعمة عرفت كيف نعم والشغل يعني من خلالها مريح جدا يعني ما عاد الحين أنت تجيل السنية يا أخي تحلق تسافر أي مكان على طول من خلال هالجهازين نعم صحيح قبل كانت العملية صعبة جدا لا صعبة كانت شبه مستحيلة يعني نعم كان مجهود الفردي يعني لكن الحمد لله رب العالمين رغم هذا شوف نعم. رغم هذا الله ملك الحمد يعني طلعوا كثيرين مثلك وشرواك الحمد لله رب العالمين لا في اللي أقدم مني واللي أفضل مني طال عمرك وايدين يعني احنا نذكر قلت لك بداياتنا كانت في صوت الساحل هني يعني يجب الحق ينقال لأهله يعني كانوا أيضا في كم عنصر مواطن أو مثل ما يسمونهم الإنجليز يا محلي لوكال 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 أنت محلسي كان دكتور أحمد أمين الله يرحمه كان محمد الخوري وأحمد المنصوري ومحمد الخوري وأحمد المنصوري على حد علمي إلى الآن لا زالوا عايشين على قيد الحياة الله يعطيهم طولة العمر يعني فهذه اللي أذكرهم على جيلي أنا عندك هني في عمان أيام إذاعات محلية صغيرة ظني الله يرحمه نعم أيام مرحمة سالم عبيد أول مدير يعني مجموعة عرفت أول كيف في الشارجة نفس النوع أبو ربي كان الأخ أنا كنت طالب أيامها في المتوسط أذكر الأخ محمد المحيربي مجموعة رزيقة طارش الله يعطيها الصحة والعافية كانت من البدايات يعني هذه ظني مع استلام الشيخ زايد الحكم في 68 يمكن
أسسوا جهاز إذاعة. نعم. ويابوا أخوان بعضهم الأردن من بينهم الأخ حيدر محمود الشاعر العود ووزير الثقافة السابق إلى الآن موجود في الأردن. نعم. كان هو من بين المؤسسين ومجموعة ثانية يعني. ف يعني تعرف الإذاعة سواء في أبوظبي ولا دبي ولا الشارجة ولا بدأت في هذيك الأيام يعني في رأس الخيمة أيضا الإخوان عبيد كعبوس شل البداية. نعم يعني عبيد كعبوس. يعني عبيد كعبوس وين الحين؟ والله السنوات الأخيرة ما أدري بالضبط لكن يعني قبل لين كم لين 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 الست وثمانين. نعم. كان موجود حتى أذكريانا في 86. لا كان ما شاء الله عليه شاب نشيط يعني أيامه متحرك ما دي اختفى أرجو للصحة والسلامة يعني. عندنا مشكلة اللي يختفوه كلهم الدول الباقي موجودين شو السبب ما ندري. تواصل في هالموضوع إن شاء الله بعد هذا الفاصل ابقوا معنا. مجددا نحييكم مستمعين الكرام مشاهدي الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان ونتواصل معكم ونتواصل أيضا مع الأستاذ سعيد الهش ومثل ما ذكرنا من الكفاءات الإعلامية اللي نعتز فيها ولا زالت الحمد لله رب العالمين يعني خالدة في ذاكرتنا الحين جيل هذه اللي لحقنا عليه مثلا لين سنة قبل ما يتواصلوا يا طبعا مجلس التعاون او الامانه العامه لمجلس التعاون. فسؤالي استاذي العزيز الان الحين تلفزيون الكويت طبعا من يوم ايام الابيض والاسود نشوف المذيعين الى الان موجودين. اي قصدك في دوله الكويت الحين. دوله الكويت بالذات. نعم. من ايام الابيض والاسود لحد الان المذيعين موجودين ويطلعون يقرون نشره الاخبار. عندنا الحين يعني كمل كذي يعني ما ادري هو هل النحين هو السؤال هذا يطرح للجهات الاعلاميه المسؤوله مش للمذيعين الموجودين او غيرهم. يعني الكويت مثل ما تفضلت انت وقلت الحين انا اذكر بعض المذيعين انا كنت في ثاني ابتدائي وثالث ابتدائي يعني في الستينات وموجودين. محمد المطوع. نعم. مايد الشطي من الجيل الثاني اللي عقب. نعم. محمد المطوع. محمد الراج ساعات في الليل الحين اكون طالع بالسياره مكان او راد مكان للساعه وحدة عندنا بتوقيت الإمارات 12 بتوقيت الكويت. لا. في نشرة أخبار عندهم نشرة الأخبار يقرأها محمد المطوع. محمد المطوع ما شاء الله يمكن قرب في 80 أو أكثر. سلام عليك. الله يعطيهم الصحة والعافية يعني. فطبعا هذا السؤال يطرح على الجهات المسؤولة الإعلامية الفرد شو بيسوي يعني. نعم. مو بكل واحد ما يقدر يسوي له روحه إذاعة ولا محطة. إيه نعم صحيح صحيح. لكن صحيح. جهدك وجهدي وجهد فلان وفلان يعني نوع من التكاتف عملية متواصلة مع بعض. إيه بس إن الآن أنت الواحد مثل هذا. نعم. كون هال الخبرة والثقل. نعم. في هذا المجال ممكن حتى يكون مثل ما تقول هذا مثل ما تقول معلم ومدرس ومدرب فيها في الشغلة. أنت الآن يعني بحاجة إلى كوادر مثلا. نعم. وطنية. صح. شابة. صح. على عيني ورأسي هو التجديد ودي ما شبه هذا موجود. جيد. ولكن يا طويل العمر لازم أنت لا بحاجة إلى مثل ما تقول إلى هذه اللي وين متخرجين يا طويل العمر من المدرسة ومن الجامعة. نعم. أنت بحاجة إلى جامعة أيضا أنتوا المزج بين. نعم. بين الخبرة وبين. نعم. وبين الشهادة. نعم. بالضبط. فهذه الخبرة هذه الخبرة مطلوبة الآن. الحين قبل فترة الشيخ عبد الله بن زايد أمس علق على موضوع أكيد قريتي التوطين نسبة التوطين. نعم. نعم. فطلعت نسبة التوطين بالمؤسسات الإعلامية عندنا نسبة يعني مثل ما تقول ميتة. زين أنت الحين فتحت هذا الموضوع وهذا الموضوع مثل ما قلت لك لا زلت أصر عليه لأنه بيد الجهات المسؤولة عن الإعلام كانت إذاعة ولا تلفزيون ولا حتى الصحافة ولا أي شيء آخر. عرفت كيف؟ مو على الأفراد اللي يداركون. لكن أنت تقول لي على التوطين في الإعلام إذا ترجع بالذاكرة فلاش باك إلى وراء شوي 30 سنة ولا 25 سنة كان عدد المذيعين والمذيعات حتى في الظروف الصعبة كانت التقاليد تمنع المذيعات كانت مذيعات مواطنات يا أخي. نعم صحيح. صحيح. مريم أحمد في أبوظبي. نعم. أذكر مجموعة يعني رزيقة طارش كانت مذيعة في البداية. نعم. يعني المذيعين أيضا كان ما شاء الله مجموعة كوكبة مو بواحد واثنين يعني. ها عندك حمد علي في أبوظبي أذكر عندك علي عبيد الله يذكره بالخير. علي عبيد الآن موجود في مؤسسة دبي للإعلام. أحمد سالم. بس يعني ما في التلفزيون مؤسسة دبي يعني ابتعد بعد سالم عمر مادي مجموعة محمد مسعود المزروعي في الإذاعة. نعم. مجموعة يعني إخوان عبيد كعبوس قلت لك ما أدري يعني مجموعة وايدين نسبتهم هذيك قبل 30 سنة أكثر الآن نسبتهم أقل. وين السؤال؟
السبب شو؟ السبب قلت لك لازم في جهات ترعى، لازم جهات مؤهلة. ليش ما يصير معهد، ما بقول جامعة، معهد، معهد تدريب إذاعي وتلفزيوني مثل معهد المصرفي، مثل أي معهد في عندك في جامعة الدول العربية كان في معهد التدريب الإذاعي والتلفزيوني، أذكر لغاية قبل يعني كذا سنة موجود في العراق. نعم. عقب ما دي نقلوه دولة ثانية حسب تعرف تنقل جهاز الأمانة العامة للجامعة العربية. نعم. في عندك كان أذكر في الكويت بعض معاهد خاصة وأحيانا صارت شبه خليجية يعني تدخل فيها مثل مؤسسة الإنتاج البرامجي. نعم. المشترك لدول الخليج، كانت مؤسسة الإنتاج يعني هذه تتبع 7 دول بما نعم. فيها العراق قبل نعم. قيام مجلس، عقب طبعا للظروف استبعدت العراق ونقلت إلى مجلس التعاون وجهاز الأمانة العام، فصارت تشرف عليها، لكن هاي شغلها مو بشغلها تدريب إذاعي مذيعين وإذاعيين، هاي شغلتها إنتاج مسلسلات، إنتاج برامج نعم. كتابات، حاجات من هالنوع يعني. يعني الحين بحاجة إلى معهد، يعني واحد من الحاجات معهد تدريب، لكن قبل هذا تكون الرغبة والإرادة من الجهات المسؤولة على أن خلق كادر إعلامي وطني مؤهل وليس كادر إعلامي يعني أي كلام. نعم. إحنا الحين ما شاء الله دولة الإمارات دولة في الريادة الأولى في أشياء وايد، هذه آخر شيء في التنافسية الدولية في غير فضل الله ثم فضل الشيوخ. نعم نعم. يعني نعم. الشيخ خليفة وصلنا إلى مركز متقدم الله أكبر، الشيخ سلطان بن محمد دكتور نعم. باقي الشيخ حميد، كل الجماعة يعني مو مقصرين. نعم. فمفروض أن الأمور الإعلامية مو بأقل يا أخي من الأمور الأخرى، يعني في التربية مثلا الحمد لله ماشيين، في الصحة ماشيين، في البيئة ما في أي شيء، لازم الإعلام لا يقل أهمية. نعم صحيح. مهم. فبعدين الإعلام من يعتبر من الأشياء السيادية في أي دولة يعني. كنا نتكلم بساعة في الاستراحة عن إنتاج، كان الإنتاج قبل مختلف هذا الكلام. الإنتاج قصدا أنت ضربت لي مثل على الكويت يعني. إيه ضربت مثل الكويت الآن. تمثيليات ما تقول تمثيليات ومسلسلات حتى الأغاني. نعم. الأغاني بالنسبة للمطربين وكذا، وكل يوم يطلع لك مطرب جديد في دولة الكويت، ومن أول شريط يضرب تذكر الله يغفر له ويرحمه رباب. طلعت من الكويت من أول شريط رباب. على طول. على طول يعني حتى بما يتعلق في مصر. صحيح. سميرة السعيد من أول شريط، مياد الحناوي من أول شريط وغيرهم غيرهم وايدين. هناك. الأمور هذه يا طويل العمر حتى في الإمارات عندنا الحين الأمور هذه صار الإنتاج سور، عندك سوريا، عندك الأردن، وين المسلسلات الأردنية؟ كل المنطقة. كل المنطقة. لأسباب طويل العمر. أنا في وجهة نظري المتواضعة ظروف. تعتمد على جزئيتين أو جزئين. نعم. الجزء الأول ما يخص الكاتب أو المؤدي، سواء مطرب سواء ممثل سواء مذيع، تعرف هاي يعتبر مؤدي يعني، فإخلاصة وحب للعمل، وفي نفس الوقت يعني ما يعتبر أنها وظيفة بيأخذ عليها راتب، يعتبرها أنها هواية، عرفت كيف يعني، يقدم على الشيء هذا عن اعتقاد وعن انتماء وعن أني أدي رسالة. نعم. الجهة الثانية اللي هي تقريبا الجمهور، الجمهور كان أيضا في هذيك الأيام تعرف ما عنده هموم الحياة أكثر مثل الحين، كان يعني الحين هموم الحياة زادت، يمكن اللي هي شاغلتنا صراحة أو أشياء أخرى طلعت في الحياة، أجهزة التواصل الحديثة هاي تويتر فيسبوك، الحين في الميالس ما يرمسون. زين، مو في الميالس، أنت في البيت ويا حرماتك ويا عيالك ويا ربعك، كل واحد قابل تليفون، كل واحد زين يا أخي ما علي هذا الوقت، مو على طول، لا الحين كل وقت هو أهم شيء، سيارات يسوقون في الشوارع يا ريال بيدعمونكم.